منع مبكرا قررا ان يحضر حفلة لكنه منع من قبل الامن التونسي دون بيان الاسباب. لازم يموتوا لي هالقوات البلاد الكل لازم يقتلوا لي هالقوات البلاد الكل لازم يطيحوا واحد ورا واحد في الشبانه كل يريحوا لي هالقوات البلاد الكل لازم يموتوا لي هالقوات البلاد الكل لازم يقتلوا لي هالقوات البلاد الكل لازم يطيحوا واحد ورا واحد في الشبانه كل يريحوا. كاينه بلاد في الافريق نحولهم الدين قالوا لهم ما تعبدوش ربي للزين واللي وعابدين في الجمعه قولوا في الرئيس تاعنا هو كما فرعون قالهم انا هو الرب الاعلى. تاريخي عاود نفسه والديكار جديدة في بلاصة الوزارة بكري كانوا لبيراميدة الشعب واقف كي موقف بكري موسى تبحوهم بالموس حبوا يشروهم بالفلوسة في يدهم العصا ودركي تحل بحر عزوزة ويموتوا الكفار اللي يعبدوا المادة كيما الروسة. اليوم درنا الصلحة غدوة نجيبوا الربحة وبعد 10 سنين كيما الصحابة نديروا الفتحة يطيح لي كان واقف اللي يهلك البلاد هادية ويبانوا الخونة كيما الخوارج تاع علي ومعاوية فهم المعانية قدها نعم الشعب يعاني كل معاني. يديروا الظلم يديروا الظلم يديروا الضرب يديروا الخوار عجل السلطة يخرجوا من السلطة باش يبقى السلطة. يديروا الظلم يديروا الظلم يديروا الضرب يديروا الخوار عجل السلطة يخرجوا من السلطة باش يبقى السلطة أصحابه تكون السلطة. أنا بلاد في الأفريق عندهم رئيس دجال تلمو يكره لجان قالهم ممنوع الحجاب ما نرى حجاب شو خايفتي بلي شعادة وضرب البنات وساحتهم الجامعات. هيا عادة فهمني يا دا رئيس حب بناته يتعرف باش يجيبوا له لي توريست يدير بزنس في البحر وفي لاكوطة وباهي يجيب لي هود يبني لهم دي سيناغوغا يزين البلاد من برا قدام العالم والداخل العبادة جيعانة وراي تتعذب هو وعالية فوق سقيفة هاز التاجة والشعب يعاني في باب السويقة بالسراجة محتاجة يهدر ويهدر ويتحاكم يتمرمد في المحاكم والدرب تاع سيدي الحاكم البلاد تاع الرايس واللوطات تاع مرت الرايسة والباقي تاع فاميلا والاحباب سيد الرايس. عجل البوفوار يديروا الظلم يديروا الظلم يديروا الضرب يديروا الخوار عجل السلطة يخرجوا من السلطة باش يبقى السلطة أصحابه تكون السلطة. عجل السلطة يخرجوا من السلطة باش يبقى السلطة أصحابه تكون السيطرة. بوفوار يديروا الظلم يديروا الظلم يديروا الضرب يديروا الخوار عجل السلطة يخرجوا من السلطة باش يبقى السلطة أصحابه تكون السيطرة. بوفوار لطفي ما دواعي هذا المنع؟ كلامي كلامي خيالي وما يتباعش في لابورس علاهم صحتوني لا سيكوريتي في تونس سيدي البوليس قال لي يمشي باسي ترافيرسي خاطك انا نعبد ربي ويعبد مادام ترافيرسي اهسي وليت دونجي ونديرونجي لهنا في الجي ولا في الخارج في الليترونجي حبيت نارونجي اعطوني بالموس في ظهري قلبوني رشاشي اكتر من اي من الظواهري ادي الزهري في كل بلاصه نخلي لاطراس كلامي تب خالص يكره العباد الخاص خاطك شبعنا بخايس كي شفنا قداه نرايس ولاو كيف عرايس قدام كوندنيز الرايس لبسوا المقايس ولي منوط في اليدين واحد ما حابين ربه يدافع على هاد الدين كانوا راكدين خلوا العويش واحد وخرج يستهلوا كيما بوش ضربه بالصباط للوجه. يعني ماشي انسانيه والحمد لله دركا كي رجعت وكانه يعني هذا الانتصار اللي داروه الشعب التونسي لما دخلت والله حتى الكولوار تفكرته يعني لما رحت فيه ومشيت فيه كنت مهبط راسي وكنت في حاله سبحان الله يعني الشعب التونسي اللي رجع لنا قدرنا يعني ما شاء الله الحمد لله. الشعب التونسي حطم النظام حطم الاصنام تاع سياسه الشيطان. الشعب التونسي اليوم ولا حر تهنى من الظلم والرصاص كيدير الشعب التونسي حطم النظام حطم الاصنام تاع سياسه الشيطان. الشعب التونسي اليوم ولا حر تهنى من الظلم والرصاص كيدير الشعب التونسي حطم النظام حطم الاصنام تاع سياسه الشيطان. الشعب التونسي اليوم ولا حر تهنى من الظلم والرصاص كيدير الحمد لله يا رب الكون راهو طاح بن علي وحكومة الدكتاتور هرب من المطار كيما الكلب كي البطار ما كانش عنده الرجولة باش يكمل لابطايا. قولي وين الحارس اللي كان يحميها وين اللي كان ينفذ الأوامر كي الحميرة وين اللي كان عميلة وين اللي كان عميدة وين اللي كانوا يرقوا كي الاسكلاب والعبيدة سيدة الدول اللي كانت تمولة الدول اللي كانت تظن باللي ظلمه راح يطولة دور وجهك وخمم معايا نا درك تشوف اللي الدنيا ولات معمرة خوانا مالا خليني هنا
الحافظ بالخبط والتخراطة اليوم الطغاطة من خوف كنت خطاطة من هار المسخاطة ورفضوا الخطابة وتبعوا الخطاطة عمر بن الخطابة الشعب التونسي حطم النظام حطم العصام تاع سياسة الشيطانة الشعب التونسي اليوم ولا حر هنا مظلوم الرصاص اللي يدير الشعب التونسي حطم النظام حطم الاصنام تاع سياسة الشيطانة الشعب التونسي اليوم ولا حر هنا مظلوم الرصاص اللي يدير حسين العابدين كان رئيس دجال كان يكره لجان والبنات تاع الحجاب جاب شيوخ يفتيو بالاشاعات وضرب البنات وساحتهم للجامعات فهمني يا دا رئيس حب بناتو يتعرف باش يجيبوا له التوريست دير بسميس في البحر ولا قاطع وكان يجيب اليهود يبني لهم دي سيناغوغا كلية البنات يزينا من برا والداخل سياسة وحكومة بلاكا مرة حياته مرة فسقوا فجورا الشعب في السجون ولادو يموتوا بالجوع شوفه يا رب العبادة ويني مدام ليلى وين اخوها عماد اليوم كل شفات كل صداع كل صدارة خطك الشعب التونسي حتى من النظام.